وللحديث عن الشأن السوري ينضم إلينا من إسطنبول الإعلامي والصحفي السوري نورس العرفي. مرحبا بك معنا. النظام يكثف من غاراته على ريفي حماة وإدلب وسط جمود في المشهد العسكري، هل بات النظام برأيك يائسا بشنه عملية عسكرية على تلك المناطق؟ نعم، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حقيقة تسمعني أستاذ؟ أسمعك، تفضل. نعم، حقيقة ما يقوم به النظام ليس يأسا أو ليس محاولات الاقتحام، عبارة عن مناورات سياسية. ووزير الخارجية التركي مورد شاوشوغلو عندما قال بأن روسيا هي التي تتحمل المسؤولية، هو يعرف ما يقول، وهذا الواقع، لأن النظام لا يستطيع أن يقوم بتلك الهجمات أو يقوم بتلك الغارات بدون أن يأخذ الموافقة من روسيا. إذن المسؤولة هي روسيا، والأسباب هي سياسية لحصول مكاسب أكبر، تريد روسيا الحصول عليها من خلال المفاوضات مع تركيا، من خلال مفاوضات الـ400، من خلال مفاوضات إدلب، وأيضا المنطقة الآمنة التي لأمريكا أيضا طرف بها. إذن تلك الهجمات هي هجمات سياسية إن صح التعبير. نعم، روسيا كانت تريد أن تتقدم، كانت تريد أن تحصل على مناطق أكثر، كانت تريد أن تؤمن القواعد العسكرية، تريد أن تؤمن مطار حميمين، تريد أن تؤمن الطريق الدولي، ولكنها فوجئت بمقاومة وصمود من الثوار لم تكن تتوقعه، لم تكن تحسب له حسابا. هي تعتقد بأن تلك الهجمات سياسة الأرض المحروقة ستتقدم بشكل فوري وتحصل على ما تريد، لكن صدمت بصمود الثوار. إذن ما يحصل هو عبارة عن مناورات سياسية بين عدة أطراف على رأسها أنقرة وروسيا. نعم. وطبعا بالوكالة يعني على أنقرة الأرض. طالبت موسكو بضبط النظام في إدلب وإيقاف هجماته هناك، ماذا تقرأ في الطلب التركي؟ بين موسكو وأنقرة هناك مناورات سياسية ومناورات على الأرض. منذ مدة روسيا اتهمت تركيا بأنها، أو لم تتهم تركيا هي بالاسم، لكن طلبت عقد جلسة بمجلس الأمن، وقالت بأن هناك من يزود الإرهابيين كما تسميهم، والمقصود بهم طبعا الثوار على الأرض، بالأسلحة، فطالبت بعقد جلسة من أجل ذلك، ثم قصف النقاط التركية. إذن هناك مناورات بين تركيا وروسيا على الأرض، ومناورات سياسية أيضا في أروقة السياسة الدولية بشكل عام. طبعا هذه الرسالة هي من ضمن تلك المناورات. أنقرة تعي تماما بأن ما يحصل هو بتوجيه من موسكو، وبأن موسكو هي الأساس. الآن تركيا لا تريد أن تخسر حليفا مهما ألا وهو روسيا، وخاصة بعد المواقف الكثيرة التي فعلتها أمريكا، إن كان بسحب الباتريوت من تركيا وأخذه إلى ألمانيا، أو إن كان بالمنطقة الآمنة التي تماطل بها، أو بعدم تسليمها جولين، أو بدعم، والأمر الأساسي هو دعم الميليشيات الكردية. إذن أنقرة لا تريد أن تقتر موسكو، وما يحصل هو عبارة عن مناورات سياسية بين الطرفين. نعم. في سياق آخر، يعني احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل جبل طارق، جاء بطلب أمريكي. برأيك هل بدأ الخناق يضيق على النظام السوري على غرار ما يفعل بالنظام الإيراني؟ أبدا، ما يحصل هناك فارق كبير. طبعا حتى ما يحصل مع النظام الإيراني، لا أريد أن أخرج معه عن الموضوع، ما يحصل مع النظام الإيراني هو بروباغندا إعلامية. لكن دعنا نعود إلى السؤال وهو النظام السوري. أبدا، أمريكا بالأساس هي الدعم الأول والأكبر للنظام السوري، وهي التي لا تريد سقوط ذلك النظام، وذلك تلبية للطفل المدلل إسرائيل. وأساس الإسرائيليون صرحوا مرارا وتكرارا بأنهم يدعمون النظام ولا يريدون سقوطه. لو كانت أمريكا تريد التضييق اقتصاديا على النظام لمنعت تهريب النفط له من دير الزور. هو يهرب من مناطق سيطرتها. أمريكا هي التي تسيطر وليست قسد. قسد هي عبارة عن أداة بالنسبة لشرق الفرات، المناطق الغنية بالنفط. النفط يهرب عبر نهر الفرات من تلك المناطق إلى مناطق النظام. إذن ربما هذه الناقلة لها شأن آخر، ربما خلافات شخصية، لكن ليست من ضمن التضييق على النظام. وأمريكا تدعم النظام ولا تريد أن. الصحفي السوري نورس العرفي كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.